السلام عليكم. تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أجواء غير مستقرة على الولايات الشمالية بداية من مساء يوم الاثنين بسبب قدوم اضطراب جوي نشط الفعالية يتسبب في انخفاض درجات الحرارة مع تساقط أمطار وثلوج بداية الأسبوع المقبل. وحسب النماذج الرقمية فهناك منخفض للضغط الجوي بداية من أمسية اليوم الاثنين على الولايات الشمالية للوطن، يكون محمل بهواء بارد وتساقط أمطار معتبرة مرفوقة برياح. بالمقابل تتوقع الأرصاد الجوية بداية من اليوم 6 نوفمبر المصادف لليوم السبت قدوم اضطراب جوي نشط الفعالية محمل بأمطار رعدية غزيرة على ولايات الجزائر العاصمة بومرداس بازا المدية وبعض المناطق الداخلية الوسطى والشرقية، وكذا ولاية بيجاية سكيكدا عنابة وطرف، مع ثلوج نهاية الأسبوع على المرتفعات الشرقية والتي يصل علوها إلى 1200 متر. أما توقعات الطقس بداية من اليوم الاثنين إلى غاية الأربعاء فالأجواء ستكون غير مستقرة بداية من الأمسية مع أمطار على السواحل الشرقية لتصبح أكثر غزارة صبيحة يوم الثلاثاء على ولاية عنابة بجاية جيجل الطرف وكذا ولاية سكيكدا، كما أن الأمطار الرعدية ستنتقل تدريجيا إلى الولايات الوسطى يوم الثلاثاء وتكون غزيرة ومعتبرة على الولايات الغربية يوم الأربعاء، خاصة على ولايات مستغانم، أشلفة، سعيدة، سيدي بلعباس، معسكر، تلمسانة، تيارة وكذا المناطق الداخلية. أما عن درجات الحرارة المتوقعة فستعرف انخفاض ملحوظ لتتراوح بين 13 إلى 20 درجة على المناطق الشمالية ومن 25 إلى 39 درجة على الجنوب.